السلام عليكم البنات، اخباركم بخير؟ عمركم زيانه؟ اليوم جينا للغابه. بس عارفون حد ايوان هزيل معنا كاميرا، انا وبنياتي لعبوا كوره نجري وراك عارفين الغابه. المهم دابا راه العشيه، حنا جينا فوجهنا يعني هانتوما طبيعه زوينه. المهم اغلبيه تعرف 33 وحنا جالسين غادي نصور الى لعبنا انا معكم الى اي حاجه درناها. المهم كيف قلت لكم ما كنتش غادي نصور، ما دايرش بالي غادي نصور، ولكن عجبتني الطبيعه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، نشاركوا معكم هذه البلاصه الزوينه. يعني نشوفوا الطبيعه، غزاله الطبيعه، شوفوا الله. الناس هنا ناشطه فرحانين، اللي يجيب معاه هذا الماتيريال ناشط، درابك الطعارج هنا اباغ ان الناس هنا من الصباح يعني كيجيبوا الغداء هنا. فاحنا يلاه جينا، حنا دائما حنا نعاسين تجيو دائما حتى العشيه، دائما تنقول شي مره غنمشي الصباح بكري، ولكن هذه المره غادي نديرها ان شاء الله عندك البنيات. مهم البنات ما تنساونيش من لي لايك اللي غادي يدخل اول مره، مرحبا بك عندي في القناه، مرحبا والف الف الف مرحبا. دخل اشترك معنا واضغط على الجرس باش تشوف الجديد ديالنا ان شاء الله. والناس اللي عندنا كنتشرف بكم وبلي كومونتير اللي كديروا، المشاهدات ديالكم كتفرحوني بزاف، كنشكركم بزاف. وخليكم معنا يعني اي جديد غادي يكون ان شاء الله راه غادي نصوروا معكم. كل بنات تغدينا ترخيص، عرفتي تغدينا واحد الراحه، والله ما كرهت شي مينطه تغطى هنا ضربه بواحد النعسه والله العظيم. هنا الراحه اللي بان ما نقدرش نوصف لكم، واحد الراحه تحسوا بها نفسيه معنويه، كالم ماشي كالم كالم، راه الناس هنا الدنيا عامره وموسيقى وداك الشيء، ولكن انت كتحسي بالكالم رغم ان الغادي والجاي والناس والاصوات وهادي، ولكن لو كالم كتحسي. فين انا هنا لا حطيت راسي وتخطيت نمشي. شوف ناعس مع ما راسو وعقو عندنا نديرو معايا العقبيه. يلا هالبنات هاد الكليسه هنا والله العظيم كليسه زوينه، كليسه واعره والله العظيم. المهم البنات اللي ما تيعرفوش الغابه 33، الناس اللي جداد في محمديه وجداد في كازا ولعيبه، غابه 33 راه زوينه، كاينه غابه كاسكاد، يعني شوفوا النواحي الدار البيضاء، النواحي المحمديه راه كاين ما يتشاف، أباغ المدينه والزحام وهذا، راه اللي بغى يهرب على المدينه راه كاين ما يتشاف، النواحي الدار البيضاء كاينه 33، كاينه غابه كاسكاد، كاينه غابه بوسكوره، كاين المناظر الطبيعيه زوينين، اللي بغى يرتاح، اللي بغى يفوج. فانا هاد المناطق هادي كيعجبوني، ولما لا في اي فيلم مجيت شي بلاصه نشاركها معكم. باردون ماما نشاركها معكم. وكاين الناس اللي ما تيعرفوش، اللي ما انا عارفه ان ولاد كازا او حتى البراني راه تيعرف، كاين الناس بزاف اللي ما تيعرفوش، ما فيها باس نشاركوا المعلومات مع بعضياتنا ونهضروا مع بعضياتنا. وكيف قلت لكم انا شحال هادي ما كنتش عرفت، كنظن انا علاش درت القناه. فانا درت القناه اولا ما كانش حتى واحد ما كره الماده، راه قلتها لكم، ولكن الدافع الاول نهار درت القناه ما كانش دافع مادي، فهو كنت باغيه نتلاها، فكان الوفاه ديال الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، كنطلب منكم تدعوا معاه بالرحمه والمغفره. الوالد مشي 7 شهور ولا 8 شهور وما قدرتش ننساه وانا ندير القناه، يعني بقى واخا دازت مده طويله تيقول لك المده تتنسي، فالله يرحمه انا ديك 7 شهور بقيت تنعس تنتفكر وتنبغي، يعني دائما كنت كنتفكر درت هذه القناه، بقيت كننسي بها شويه، كندير عمليه يدويه وهادي شيئا ما شيئا فشيئا ولا ادمان، وبدات كتطور القضيه ودخلنا في لي فلوغ وعجبنا الحال اننا نجمعوا معاكم، وتيعجبني تنرتاح تنحس براسي والله العظيم وانا كندير فيديو وكانني دايره معاكم لايف، يعني انا تنهضر في الفيديو عارفه غيدوز من المونتاج وكذا، وكتنحس والله انا دابا تنشوف راسي في الكام تنحس كتشوفوني بحال دايره لايف بحال مباشر، ما عرفتش نحس بهذه الراحه. كنتمنى ما نكونش ثقيله عليكم، وكنتمنى انكم تقبلوني خفيفه ظريفه عليكم. انا كنحاول يعني راه كنا عندنا ضغوطات في النفسيه في حياتنا، فهذوك الضغوطات ديالي تنحاول نخرجهم من خلال هذه الفيديوهات، تنحاول نرتاح معاكم، تنحاول نلقى ذاتي معاكم. فراه كاين بزاف الحوايج ما تيتقالوش، ولكن
نحاولوا مهم اكيد لي بحالي غادي يحس بيك ويحس بيا، كاين بزاف د الحوايج رغم ان الحمد لله رب العالمين. تنهضر معكم وعيني دمعوا ولو انني كنبتسم فجيت لهاد الغابه هذه فذكرت الوالد بزاف الله يرحمه، لان الطفوله ديالي دوزتها مع الوالد كان كيجيبني لهاد الغابه والحمد لله رب العالمين كان كيجيبنا بزاف لهاد الغابه مسكين. وحتى كبرت وتزوج وكان الله يرحمه تيجي يهزني بالطوموبيل من داري الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. فهادشي علاش تفكرتوا في هذه اللحظه هذه وبغيت نهضر بغيت نبوح فلقيتكم انتم مشاهدي ما كاين ما حسن ليا وكنقولها وكنفتخر وكنعاود نقولها ما كاين ما حسن ليا من مشاهدي ديال القناه ديالي نفضفض معاكم خوي قلبي معاكم اي حاجه ضراتني فانا كنحس بكم ولو انك قلت لكم هذا ماشي لايف هذا ماشي مباشر ولكن انا تنعاود وتنحس عارفه ان غادي تفرجوا وكان كنخوي قلبي وملي تفرجوا نتوما حطوا لي كومونتير وشاركوا معايا ولو غتلقاو اللحظه اللي غيتحط هذا الفيديو دازت هذه اللحظه ولكن انا كنحس بكم معايا دابا كنشكركم بزاف 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 كنشكركم. والناس اللي عندي في القناه ولا اللي غادي يشوف الفيديو اول مره حتى نتوما كنشكركم ومرحبا بكم والف مرحبا وما تنسونيش من الدعم من الدعم ديالكم اللي لايك والتعاليق ودعموني وساندوني واللي غيدخل اول مره يشترك عندي مرحبا به الف مرحبا فعل الجرس باش يوصلك الجديد. وكيف قلت لكم انا من هنا فصاعد القناه في اي حاجه بغيت يعني نرتاح غادي نديرها معكم اعمال يدويه سواء فلوغ سواء بغيت نفرغ يعني داك الشيء اللي عندي لداخل غادي نهضروا معاكم. وكنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم وسمحوا لي سمحوا لي بزاف كنحماق عليكم كامل المشاهدي تسنيم شانيل ما تدخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم والتعاليق شويه ديال لي لايك تبارك الله عليكم. كل ما كنشوف الفيديو اول مره او يلا كيشوف القناه اول مره ما ينساناش يشارك في باقي الاشتراك فابور يزابوني باقي فابور يلا يلا بنات اش قال رشيد بنات غادي نساروا شويه وانا مشاهد كبعد عرفتي وعلى منظر ورايا عرفت انا كنبغي نشد المنظر وانا معاه واحد المنظر غزال الله تلكم طالعه تشوفوا معايا منظر رائع الطبيعه غزاله البنا الطبيعه كتحمق الصراحه ما كاينش بحال الطبيعه غير شويه حفصه بكل مصور ديالنا اجي ماما بغاتنيش نشد لها في ايدي حقيقه الطبيعه ولا اروع يا كامل رشيد كاينه الخضوريه خضوريه الخضوريه الخضوريه فنه جينا ليها ما فيهاش الناس خاويه يعني بلاصه خاويه ولكن يا سلام تسمع غير الصوت ديال الفراخ والصوت ديال الشجر كيتحرك فقط والصوت ديال الطوموبيلات في الشارع في الطريق كيتسمع بعيد ولكن والله العظيم الا طبيعه مزاله والله ما عرفتي حنا غادي نعبوا حدنا حنا الناس خلينا الدنيا عابره الفوق جينا للخلعه وحدنا عندنا ما كنحشموش لا كريسه ولا مهم تكريسينا ما كاين به تكريسه وبعزنا طبيعة غزالة الصراحة لا غتخرج الشارع يخرج الحلوف انا غير ما نخاف من الحلوف شوف انا تنخاف من الزواحف وراشد انا راه ما تنخافش من داك الشيء كنخاف من الزواحف يعني الحنش وحال هذا الشيء ما غادي على اربعه درجلين ما نخافش كنت قدامهم رشيد غارد الحنش هذا انا تخرجنا في الناس افراد الدور ترجع للطوموبيل دور جاي ماك دور باس هاد الناس يتفرقوا شادين هاد العصا السيلفي باش يصوروا عييت
مرتي اختي راه شدت راسك، راه شدت راسك. دفع 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 دفع، الهبطه سهله والله حتى طلع صعيب. ديري دوزيام وضرب. دفع دفع دفع، ديري دوزيام. دفع راه ما كاينش لومبرياج، كاينش لومبرياج يا حلو. امين. لا صافي غتبقى دولية يا راه ترجلها مات. ترجل تجدك راه راه تبرحشت في هاد اللحظة. بنتي وياك حاولي تمرق تمروت تمرمرت هو داك البلاصة اللي كان خصها نخرج. لا راه توترني بوكلي عرفتي راه ما دارش من نفس الطريق اللي جينا منها معنا راجلي عزيز عليه فتي انا عارفه غيوضرنا هاد الليله مع القبطانه في حتى المغرب. طلب لي وقت تجي اجي اجي بشومر يلا اجي حفصه اجي عايشه. الله 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 انا الله سواعد فيك نسني يجلس هاك الله سواعد حفصة هاي يا راي يا قربنا الطوموبيل وغادي نركبو نشوف حالنا وليت كنغني المهم حنا غادي نشوف حالنا غادي نمشيو لان صافي يعني لقيتها باش نتحركوا. غادي نودعكم هنا. كنتمنى ان هاد الخرجه هادي تعجبكم وطرقكم و تكون يعني يكون هاد النهار هذا دوزنا حنا ممتع وتستمتعوا حتى نتوما معنا وما نكونوش ثقال عليكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.